زي ما انت شايف يا استاذ احمد، الشجر قديم وانتاجه فوق الهايل، والمزرعه ليها اسمها وزبونها وبتطلب بالاسم. والله يا استاذ مجدي اللي انا شايفه ده حاجه مفتخره. لا، والناحيه الشرقيه كمان قد دي مره ونص، وانتاجها فوق الهايل. طب ايه، مش هندوق الموز ولا ايه؟ هتدوق الشهد ان شاء الله، بس انت ما تقطعش. لا مش هقاطع، شهد المحبه باذن الله. طمني بقى على فلوس يا عم مجدي، الله يكرمك. فيها يا استاذ احمد، ده انا قايل لك ان المحصول بتاعنا متباع من قبل ما ينور على الشجر، وبعدين انتاجنا هنا مش الضعف ولا اتنين، اربع اضعاف اي مزرعه تانيه. عايز تطمينات تانيه اكتر من كده ايه؟ هو الكلام حلو؟ لا يا استاذ احمد، ده مش كلام. انا باعت لك على الميل عقود الاتفاق بتاعت بيع المحصيل وبتاعت السنه اللي فاتت كمان واللي قبلها، ومتوسط انتاج بقيه المزارع اللي في البلد. انت ما قريتش ولا ايه؟ لا، وانا لو ما قريتش كنت هاجي برضه عم مجدي. انا بس في حاجه كده محيراني، يعني بتعملوها ازاي؟ يعني ليه الانتاج اربع اضعاف؟ انا اقول لك، الناس بتوع اوروبا دول ما بيهمدوش، كل يوم يطلعوا لنا بحاجه، ايه يترش على المحصول يزوده، وايه يبخ على القافه يقضي عليها، وايه اللي يتدوب في ميه يزود المحصول، وبدل ما يطلع في سنه يطلع في يومين. ناس ما بتونش. ايوه، لا هم الصراحة ولاد لذينة. طب هي الحاجات دي غالية؟ لا طبعا، بس الغالي تمنه فيه. ما هي دي المشكلة. طب المرشوشات دي ما بتضرش؟ تضر مين؟ ما انا وانت واللي انت تعرفه وما نعرفهم بناكل منه. عمرك سمعت ان حد حصل له حاجة؟ الصراحة لا، ده احنا بناكل طحالب. ماشي يا عم مجدي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.